حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. معارض السيارات ومشكلة الأشخاص اللي يسمون واصطلح على تسميتهم بالشريطية مشكلة قديمة جديدة ودائما الناس يشتكون منها. هذه المرة في يا هلا حاولنا أنه ناخذ تفاصيل أكثر ونعرف أشياء من قلب الحدث نفسه. الزميل عبد المحسن التميمي ذهب إلى المعارض اطلع على الوضع وخرج لنا بهذا التقرير. تتعالى الأصوات على مشارف هذا السوق. 20 يعني شو يوم راحوا على 31 عبارات وشفارات رنانة. آخر كده بلادي على 21. الزائر هنا سيلاحظ أشخاصا من جنسيات مختلفة يجوبون الشارع ويعملون لحسابهم الشخصي. سماسرة هذا المكان أو كما يطلق عليهم الشريطية. حرفة اكتسبها أصحابها من خلال تواجدهم الدائم بين مداخل ومخارج معارض النسيم. مفروض هذولا لهم جزاء يدب اللي بعده، ما عاد يوقف اللي بعده. بالنسبة للأجنبي هو المشغل السوق. المشكلة أنك تتخوف من العلاقة اللي تحت الطاولة. خلال زيارتنا إلى هذا المكان كشفت لنا ملفات عدة. أصحاب المعارض هنا يعانون وبشدة من سلوكيات الشريطية والعمالة المتخفية داخل هذا السوق. أبو رائد صاحب أحد المعارض هنا كشف لنا ألاعيب وغشة تمارس من قبل الشريطية وانزعاجه من عشرات الوافدين الذين يعملون بالخفية متنكرين بالزي السعودي. الأشخاص اللي يوقفون على خريص السعوديين اللي يتخطفون الناس، وهذا حرام. تلقاهم عند شارع إنكاس. مفروض هذولا لهم جزاء يدب اللي بعده، ما عاد يوقف اللي بعده. اللي يوقف قال لا، اللي قدم يأكل شيء ليه؟ هذا ما هو منظر حضاري ولا منظر إنساني ولا هي طريقة إنسان. توقف على خريص تقول إنك مسوية يا مهرها انتشار. ادخل السوق داخل السوق ويلا كاتب لك يبي يحصب. نص المعارض هذه شغالة على اسم صاح سعودي، واللي داخله كله يمنية أجانب. نعم، فلكن العقل والعمامة والشماغ والثوب والدقة ومسترن عليه، هو يأخذ عليهم يمكن 2000 ريال أو 3000 آخر أشهر. هذا أنا مستعد أعطي رقم جوالي لو يجي أي جهة رسمية تأخذني. أنا أطلعهم نوكارهم على واحد 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 واحد. بعد الانتهاء من لقاء هذا الرجل فوجئنا بأحد الأشخاص من جنسية عربية لديه رأي آخر حول ما تحدث به أبو رائد. يعني اليوم السعودي فائتهم من الأجانب. اللي يشتغل في السوق عارف كيف تحصل أخيوينك يشاركوا أبو المعرض، يشاركوا في رجقوا في البيع والشراء وكل حاجة. أنت من وين؟ أنا سوري. نعم، ولي 40 سنة أنا في هالديرة هذه. نعم. وتشوف أنه في فايدة من الأجانب داخل المعارض؟ طبعا طبعا في فايدة. يعني اليوم راعي روح اسأل أي راعي معروض يقول لك والله ما ضل عندنا شغل، ما ضل عندنا سوق، ما ضل عندنا بيع، ما ضل عندنا شراء. عارف كيف يعني؟ أنا شوف هو كله من الأخير ما شاء الله 1 2 3 4 5 كلهم أجانب. يعني الآن لو طلعت الأجانب هذا السوق ما ضل فيه ولا شخص، ما ضل أحد. كيف تجي أي مضايقات؟ أي مضايقات؟ يا أخي ما في مضايقات. بالنسبة للأجنبي هو المشغل السوق من الآخر. الأجنبي هو المشغل السوق، وإذا في سعوديين هم يشهدون على كلامي. الأجنبي هو المشغل السوق، واللي طلع الأجنبي السوق ما ضل فيه أحد، وهذا في سعوديين واقفين موجودين ويشوفونك. حيل وغش الشريطية لا تنتهي في هذا المكان وحسب. شرط يجيب له واحد يقول روح شوف الموتر هذا حطه بالجيم الفلاني، هو بينهم بين مصلحه، ويروحون بعضهم حتى في فحص يعرفون راعي الفحص، يقول يكلم راعي الفحص قبل ما يجي حط الموتر هذا عيوب، حط الموتر هذا، وهي هذا حرام والله. مو بكلهم، ما ظلموا كلهم. يصير يدفع للفحص؟ يدفع، ما هو بيدفع الفحص المعرفه يعني، خلاص صار زبون عنده. الشيخ سعد الدريهم: عمل الشريطيه باطل ولا يجوز، فتواجدهم امام مداخل السوق والاتفاق مع الزبائن هو تلقي الركبان، وهذا الأمر منهي عنه.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونحن نرى الآن في معارض السيارات أن السيارة أو بائع السيارة عندما يريد أن يبيع سيارته تجد أن شريطية يتلقونه قبل أن يدخل السوق ويعرضونها أو يطلبونها منه مثلا بأسعار قد تكون أقل مما هي تستحق داخل السوق. طبعا هذه الأحكام لو تقاطع مثلا للقضاء فإن هذا البيع يكون باطلا لأنه مبني على الغرر، وأي بيع يدخل فيه الغرر غالبا ما يكون باطلا ولا يتم البيع كذلك. عملية البيع داخل سوق السيارات المستعملة تتم دون ضمانات وبأصوات تعلو المكان، فلا أنظمة واضحة ولا رقابة تحمي الحقوق أيا كان حجمها. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. معي على الهاتف للحديث حول هذا الموضوع أحد مدير أحد معارض السيارات محسن الهمامي. أستاذ محسن حياك الله معنا في أهلا. هلا وسهلا، الله أحييك. طبعا جالسين نتكلم اليوم على موضوع الشريطية، فعلا هم جالسين يسببوا لكم مشاكل في المعارض؟ والله يا طويل العمر، أولا يعني لحنا يعني في قارة نبعد عنكم أنتوا، يعني كلنا مواطنين يعني، وكل العالم تشوف بعيونها وكل الناس تدخل السوق وترى ما يحصل في السوق يا طويل العمر. في حاجات يعني تحصل في السوق ما هي منظمة، ولا لا يمنع يا طويل العمر أن الشخص يختار سيارة ممكن يحصل أنه يشتريها بأقل من سعرها قبل توصل لأصحاب المحلات اللي ممكن يرفعوا سعرها شوي إذا شروها هم لازم يحطون الربح عليها، هذا لا يمنع. لكن يمنع طال عمرك أنها غير نظامية، يعني بيع ومشترى في الشارع وغير يعني منظم. هذه من الحاجات يا طول عمر اللي تضايق المجتمع كله، يعني سواء البايع أو المشتري. أيه؟ الأمور تحصل بالطريقة هذه. الله. طيب جربتوا اشتكيتوا عليهم، كلمتوا الجهات المختصة أنه فكونا منهم، وش قالوا لكم؟ والله يا طويل العمر، شوف الله يطول عمرك، ما في قرار يصدر إلا يعني سبق أنه يعني قد تقدمت ناس أو يعني المسؤول شاف بعينه، يعني رأى أنه هذه في مشكلة في موقع الفلاني لازم نحلها. فالأمور هي في نقاط كثيرة، جهات الاختصاص الله يطول عمرك ما هي مقصرة، لكن ما تعطي زي ما تأخذ. يعني ممكن طال عمرك أنها تضغط علي أنا في تطبيق أنظمة، وهذه على العين وعلى الرأس. تطبيق الأنظمة يعني يعني كل إنسان لازم يقبل التنظيم ويقبل أنه يعني النظام يصير عليه وله، لكن إحنا يعني في كثير من الأنظمة طال عمرك تصير علينا ولا تصير لنا، يعني في حقوق ما تصير لنا الحقيقة. يعني مثل إيش أستاذ محسن؟ يعني علمنا على كل المشكلات. إيه ما على حبيبي، مثلا طال عمرك أنك أنت تعامل يعني للأسف يعني أنك ما تعامل أنك كشخص طول عمر. المعارض اليوم طول عمر مثلها مثل الأسواق العامة الكبيرة، أسواق الذهب، أسواق العقار، أسواق فيها مليارات تشتغل طول عمر، وفيها طول عمرك ناس طول عمر يترزقون الله يعني بالطريقة النظامية، يعني ما فيها شيء. لكن عندما طول عمر يصدر عليك قرار أنك والله طبق هالحاجة هذه، طبعا انت الطالب تقول اوكي انا اطبق، وعلى طول تطبيق بدون ادنى شك. جميل. لانه اما تطبق ولا تقفل محلك. نعم. واضح حقك. واضح. انتم استاذ محسن تطالبون بتطبيق النظام في كل ما يخص المعارض لنا وعلينا.
جميل جدا، أنا أشكر لك يعني هذا التجاوب وهذه المداخلة. أستاذ محسن الهمامي مدير أحد معارض السيارات، هو يعني الرجل واضح وصريح جدا، طبقوا لنا وعلينا، ولكن الأذية معارض السيارات من هؤلاء الناس اللي يعملون بشكل غير نظامي هي مشكلة قديمة وما زالت ممتدة إلى اليوم. الحالات المنع القليلة اللي تصير ما استمرت، وإحنا نرجو أنها تعود وأن يكون في قبضة نظامية واضحة لهذا الموضوع، وأنه ما يعمل إلا الناس اللي لهم حق أنهم يعملوا في هذا الجانب، وما يصير في تشويش على أصحاب المعارض اللي من حقهم أنهم يمسكوا السوق ويترزقون الله كما يعني يتبعون هذه الأنظمة. هذا كان صوت محسن الهمامي، هذه كانت مشكلاتهم، أتمنى أنها توصل. مع صوت محسن الهمامي نصل إلى نهاية هذه الحلقة. المخرج السينمائي صالح الفوزان في مواجهة الزميل يحيى الأمير في أهل المواجهة بعد الفاصل، وغدا نلتقيكم في أهل لنوصل صوتكم ونحكي همومكم ونفتح بصحبتكم نافذة أمل. أصبحنا على خير.